علاقتك بأبو تريكة قوية جدا، وانا فاكر موقف كنت انا ماسك المنتخب الاولمبي وكان عندكم مباراة انا فاكر كانت مع سيرس الليان بالتحديد، حضرتك كلمتني وكان كنا مسافرين تونس، قلت لي لو سافر انا عندي ده الماتش وده ماتش الصعود وهتبقى صعبة بالنسبة لي ما اقدرش استغنى عنه، واتفقنا انا وانت ان احنا هنسافر من غيره ويجي لنا بعد المباراه وكسبته وهو اللي سجل هدف الفوز الا متاخدني الذاكره يعني، صحيح وحصلنا على الفرقه على تونس بعد كده، وجي لحضرتك تونس عن طريق باريس، مظبوط راح باريس وهو ما يعرفش كلمتين فقعدنا نوصي الناس والنبي هينزل مطار شارلي ديغول حد يوديه مش عارف ايه لحد ما اتكلمت انا وانت في التليفون قلت لي خلاص استلمته وانا استلمته من المطار فعلا ساعتها. ابو تريكه وعلاقتك بيه وقصه انتقاله الحقيقيه للنادي الاهلي انت كنت شاهد عليها. تريكه كان مفروض هيمشي يناير، لو ما مشيش في يناير هيمشي اخر السنه بدون مقابل، مظبوط، لان عقده خلص فكان الاتفاق معاه انه هيجدد. نعم، وفعلا عملت له شيك وكل الكلام دوت، وجي كابتن شاذلي الله يرحمه قال لي هنعمل ايه في تريكه، قلت له كابتن شاذلي كان متبنى ابو تريكه طبعا طبعا ليه فضل كبير. نعم، الله يرحمه كابتن. نعم، شاذلي. نعم، على محمد ابو تريكه. واللي بيحزنني ان تريكه عمره ما جاب سيرته. لا بس عن دون عمد يعني، ما انت يعني مربى ابو تريكه ما اعتقدش انه دي طبيعته يعني. انا بقول لك اللي في قلبي. نعم تمام. انا بقول لك لما واحد يبقى يفضل وراك لحد ما تبقى لعيب كبير ما تذكرش حتى اسمه، ما تقولش حتى اسم النادي. يعني ده المهم. نعم، فقال لي هنعمل ايه؟ قلت له لا مش هيمشي. قلت له كابتن شاذلي مش هيمشي. لا مش هيمشي. فقال لي انا عندي احساس ان هيروح النادي الاهلي. فقلت له على العموم انا عامل له الشيك بتاعه كان اظن ب 200,000 جنيه فانا دهته يا محمد انا مسافر كان يوم اربعه. هتيجي تاخد الشيك وبتاع؟ قال لي لما ترجع من السفر. كنت رايح المانيا. كنت رايح السعوديه. تمام. انا عندي عاده. اسافر يوم الاربع المملكه السعوديه اروح على المدينه ازور مع الترسانة يا جماعه. نعم. ازور سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ثم اروح الخميس الصبح اعمل عمرتي واصلي الجمعه واجي من جد. تمام، متعود على كويس. كده فرجعت قالوا لي ده تريكه مضى في النادي الاهلي. طبعا ما صدقتش، ده انا سايبه يوم الاربعاء. وانت علاقتك بيه ممتازه. لا لا ابني يعني. حتى سلمى بنتي يعني الكلمتين اللي حضرتك قلتهم دول كلمتين عتاب يعني لابو تريكه انه يعني ما قالش كابتن شاذلي او حاجه، لانه انا عارف علاقتك بيه غير عاديه. هو من بيعتبر ولد من ولادي. نعم. وكانت سلمى بنتي بتغير منه جدا. لا والله احب بنتي كانت بتغير قوي منه. ليه؟ بعض احيان كنا نتكلم انا وهو وكانت تبقى موجوده وانا مش واخد بالي. يا نهار ابيض. نعم. فانت عارف البنات بيبقوا غيارين طبعا. مرتبطين. فراحت قالت لامها ده بيحب تريك اكتر مني وعمل لي مشكله في البيت. أيه. لحد ما برهنت لا ان انا بحبها هي طبعا. بس وربنا بقى سهل. راح بقى الاهلي. قلت له انت مضيت في الاهلي. اول اول مباراه كانت ترسانة. لا الاول بس. نعم. انتقل بكام؟ مفاوضات مشيت ازاي؟ 450,000 جنيه لنادي كابتن حسن. ربنا يديله الصحه. كابتن حسن حمدي. طبعا. راجل محترم. حسن حمدي. يا سلام. يا سلام كابتن حسن ده حاجه يعني. طبعا قيمة. لما حد يتكلم عليه لازم يديله كل احترامه الحقيقه. يعني اللي عمله للنادي الاهلي الحقيقه وهو ككاركتر طبعا. حاجه محترمه. نعم. فالكابتن حسن كلمني قال لي انا عايز اقعد معاك انا والكابتن طارق والكابتن الخطيب. فهمت على طول. فقلت له بص يا ابو علي نقعد انا وانت ما عنديش مشكله. كابتن طارق انا ما اعرفوش كويس. انا اعرف المستير الله يرحمه كابتن صالح. كابتن صالح طبعا. والخطيب كان كان عضو مجلس اداره. مظبوط. قلت له حسن نقعد سوا. وقعدنا سوا وقلت له ايه الحكايه؟ طبعا انا عارف ان هو ماضي وكل حاجه. فقعدنا انا وهو وقاعدين. قال لي احنا عايزين تريكه وبتاع. فانا قلت له انا مش مصدق انه وقع. فقال لي لا ده هو وقع حسن وكان موجود عدلي. نعم عدلي القيعي. نعم. فعدلي ماسك ورقتين في ايده كده. فقال له وريهم له عدلي. فبصيت لقيته بالاستمارات. نعم. محمد 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 ابو تريكه. نعم. فعرفت على طول هو ثلاثه محمد وبعد كده ابو تريكه. فقلت له طيب ايه الحكايه؟ مش ايه الروايه بتاع هيمشي في يناير ببلاش؟ يعني لو عدى فلوس. نعم. اتفقنا على 450,000 جنيه. قلت وقد تم.
وراح ماشي في من يناير. كان عندي انتخابات يوم الجمعة. يا نهار ابيض. واول مباراة ترسانة واهلي. مظبوط. في الدوري. وتريكا راح النادي الاهلي. ده قبل الانتخابات. كان يوم الجمعة الانتخابات. ويوم الجمعة الماتش. فالشاذلي جه قال لي انا مش رايح الماتش، انا هبعت اي حد وهقعد معاك. كان هو المدير الفني. الله يرحمه. كان المدير الفني. فانا ضحكت كده قلت له اتكل على الله خد الفرقة وروح. وربنا يسهل لك. ولما نشوف هيجري لنا ايه في الانتخابات ما تخافش عليا. والحمد لله ربنا وفقني. فالشاذلي لما جه بالليل كنا اتغلبنا اظن 3 او 2 حاجه كده. 3 هو جاب جونين. هو جاب الجون الاولاني. فقال لي الترسانه قاعده على اليمين. وانت في المقصوره على الدكه على اليمين. قال لي جه من قدامي بيجري كانه ابن من اولاد النادي الاهلي. مع انه ماشي امبارح. ايوه صحيح. قعدت اضحك. خلاص بقى شاذلي بقى سيبه بقى الله يسهله.